كانت الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. ناس كتيرة كانوا مستنيين ماتش مصر والجزائر، مصريين كلهم منطقي بيرفعوا الأعلام استعدادا لهذه المباراة الرائعة اللي احنا عايزين نفوز فيها عشان خاطر نصل إلى كاس العالم أو نقترب من دخول كاس العالم. ومنطقي إن أي جزائري وطني محب لبلاده هيقف مع بلده ويرفع علم بلده ويهتف وراء نشيد بلده علشان خاطر الجزائر تصل إلى كاس العالم. في شوية صيع هنا، شوية صيع هنا، شوية لمامة هنا، شوية لمامة هنا. الاتنين مش مدركين حجم العلاقات بين مصر والجزائر، وأن قد إيه الجزائر باستمرار سند ودولة جدعة ويعتمد عليها، وإحنا لنا فضل كبير وهم كمان ليهم واجب كبير عندنا. دول ما أدركوش في الناحيتين إن ديت مجرد مباراة، وكانوا منتظرين أن يشعلها أحد، وقد أشعلتها قناة الجزيرة. طلعت قناة الجزيرة تحت كده بتقول إن المصريين استقبلوا أتوبيسات الجزائريين ورموا عليها الطوب وكسروها. كلام قناة الجزيرة كان معناه إن إحنا ناس كأن هم جايين إسرائيل، قاعدين مستنيين الفريق الجزائري عشان نكسره ونضربه ونحطم أتوبيساته. أظهرونا كدولة غير متحضرة ودولة غير مضيافة، مستنيين الجزائر عشان نديهم علقة ونكسر لهم أتوبيسهم وعشان خاطر نفوز على جثث موجودة في الملاعب. كلام قذر وتافه وجاهل تصدر قناة الجزيرة، والحمد لله هدف قناة الجزيرة تحقق. بلدين وقفوا بعض والشعبين خبطوا ببعض، والناس دلوقتي هنا غليانة والناس هناك أيضا بتغلي. وتمكن الرعاع في الجزائر إن هم يخطفوا وجه الجزائر النبيل والعظيم، إن هم يطمسوا دماء الشهداء في الثورة الجزائرية العظيمة، إن هم يضربوا تراث عظيم من البطولة والإنجازات بقى تراث صايع في تكسير الصلاة وتكسير المطارات وشتايم المصريين وحصار المصريين. نجح الغوغاء أن يطمسوا الوجه العظيم للدولة الجزائرية والحضارة الجزائرية. الناس اللي عايشين في فرنسا مش قادرين يتخيلوا ليه الجزائريين بعد ما اتهزموا طلعوا حرقوا مارسيليا، دمروا 6 مراكب هناك، وحرقوا مناطق في ليون، وراحوا باريس حطموا أحياء، والنار ولعت في كل مكان بسبب الجزائريين. الناس في فرنسا أدركوا أن الحمد لله نجحنا كغرب، ادي عرب وعرب وادي مسلمين ومسلمين. احنا كنا مفكرين ان الجزائريين هيهتفوا فقط من اجل القدس وهيهتفوا فقط من اجل المسجد الاقصى، لكن ادي في جزائريين مسلمين عرب بيولعوا وبيحرقوا ضد مصر. وبعض الرعاع فيهم طلع وحرق علم مصر كما يحرق العرب والمسلمين علم اسرائيل. نجحت قناة الجزيرة ويعنى بعض، ويا فرحة فرنسا دولة الاستعمار في الجزائر، ويا فرحة إسرائيل. كانت الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، وقد استيقظت. بدعوا الحكماء هنا وهناك إن هم يمسكوا أعصابهم، مجرد ماتش وهيفوت، واللي يخش كاس العالم كذا ماتش ويفوت، يبقى الوجه الحضاري للدولة. احنا دول محترمة ولا دول مش محترمة؟ شعوب محترمة ولا شعوب مش محترمة؟ ولا ينبغي لجهلة في وسائل الإعلام إن هم يقودوا الشعبين إلى مأزق لا يعلم إلا الله، إلى أين نذهب؟ وفي كل محنة تكسب قناة الجزيرة ويخسر العرب والمسلمين. فألف مبروك للجزيرة اللي نجحت في الوقيعة بين شعبين عظيمين وخالص العزاء للعرب والمسلمين.